هتعمل ايه؟ هو ايه اللي جاهز بس؟ انت هتعمل ايه؟ مش هعمل حاجه يا عم، انا واقف جنبك بس. احنا الاثنين اللي هنعمل سباق انا وانت بالعجل ده. ده ايه البجاحه اللي فيك دي؟ يعني العجل سارقين وكمان هنعمل بيه سباق؟ احنا هنسيب العجل ان لغايه ما العيال اللي سارقينه منهم يجوا ياخدوا، لا نتنفخ انا وانت. ايه ده بتتكلم جد؟ هنتنفخ؟ انت شايف كده يا زميلي؟ انا مش شايف غير كده اصلا. اصلا طب خلاص ماشي يا زميلي، العجله اهي. الله يخرب بيتك بالراحه على العجله بفلوس دي، ده انت عيل متخلف. بقول لك ايه، تعالى نقعد هناك بقى. بس ايه الحلاوه دي يا زميلي؟ ده انت بسم الله ما شاء الله عليك سواقه عجل، بتسوق اوحش مني بكتير. الله اكبر عليك بجد حبيبي. نعم يا اخويا. انت بتقول انت ولا انت عايز توصل ليه؟ انت بتشكر فيك ولا فيا ولا ايه بالظبط؟ انت عبيط يلا، انا في سواقه العجل مفيش حد احسن مني اصلا. يا زميلي طبعا انت هتقول لي ده انت ما شاء الله ما عليكش رفعه حصان، ما شفتهاش خالص بجد. اولا انت بتقول انا مش فاهم لك حاجه، لا احسن خالص انك ما تتكلمش. اهو التليفون بيرن، يا ريت ترد عليه بعيد عني بقى عشان ما تخوتنيش. ما انا هرد. يا نهار ابيض دم يا زميلي، هرد وبعيد كمان، يا ريت بقى ما تتكلمش. الو، ايوه يا مامي، معايا دادي. مامي ودادي الله يرحم. ايه ده؟ يا مش العربيه اللي جايه هناك ده عربيه ابويا؟ ده ايه اللي جابه من الطريق ده؟ هو اصلا جه من الشغل بدري ليه كده؟ هاي يا محمد. ايه ده حماصه؟ ده اللي هو ازاي ده؟ حمصة انت جبت العربية دي منين؟ وابوك فين وعطالك ازاي اصلا؟ طب وانت مالك اصلا يا محمد؟ انت مالك؟ ما تبطل الرخامة بقى بجد، وابوك جه من الشغل النهاردة بدري ولا ايه؟ لا ما جاش من الشغل ده، هو جاله شغل بعيد واتصل عليا، رحت خدت منه العربية وما اتصلت عليك انت، اتصل عليا ورحت خدت منه العربية وقال لي روح لوعها عشان هو مسافر بباص السلك. والله طب ما اتصلش عليا ليه بقى ان شاء الله؟ قلت له تيجي والله اعلم مستعيلة ولا حاجة يا محمد. لا كده كتير قوي، انت خد عليا وشكلي كده يا مطوع. خد يلا يا نهار ابيض. والله حتى لو رحت فين ما هسيبك. خد يلا. لا 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 خالص انا ما بتعبش، استنى انت بس وايدك كده عشان والله العظيم ما هسيبك. طب خلاص خلاص ماشي، وانا واقف مكاني اشوف بقى هتعمل ايه. تعالى ماشي ماشي. طب حلو قوي كده، كمل تاني بقى. الله يخرب بيتك، انت شكلك حبيت بقى الحوار وحسيت ده واخد وراك. لا غور، ده اخرت اصلا بيهزر مع العيال. عرفت بقى اللي انت مش قد التحدي معايا، بعد كده ما تدخلش تعدي تاني عشان انت عيل. ماشي ماشي ماشي، انا عيل ومش هاجري وراك تاني ما تقلقش، عشان لو جريت وراك ابقى عيل اكتر. ماشي يا عيل، سلام بقى يا عيل. الله يخرب بيته، والله حماصه ما رنش لغايه دلوقتي، ليه؟ لا يكون خبط العربيه. الو، ايوه يا حماصه. ايوه يا بابا. روحت العربيه يلا. ايوه ايوه يا بابا، لوحت العربيه، لوحتها. استغفر الله العظيم يا رب، لوحتها ولكنتها يا بابا. طب خلاص ماشي، حلو قوي. بقول لك ايه بقى، امسحها وغطيها عشان التراب، عشان انا مسجل بالليل متاخر. ماشي 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 يا بابا. عايز اي حاجه تاني؟ لا عايز سلامتك. يلا مع السلامه. مع السلامه يا بابا، اطلعوا تيجي بالسلامه. سلام استعوا كده. الو ايوه ملوان، بقول لك ايه، تعالى لي في المكان اللي بنتجمع فيه بسرعه عشان انا معايا عربيه ابويا وذاكلنا كده هنخلبها النهارده بسرعه بقى. يلا يلا سلام. بجد؟ طب خلاص ماشي،
يا نهار ابيض العام يا زمازه والنبي بسرعه. ايه يا عم اخيرا هو في ايه كل ده بتتكلم؟ ام يا زمازه البنت بنت اختها بتتجوز النهارده، الرخمه اللي كنت لك عليها لكن عايزه تتجوزاني الحمد لله لقيت عريس وهتتجوزه، وعايزه بقى تروح لها وقالت لي على العربيه، وانا عماله اتصل بكذا واحد اللي مأجر العربيه بتاعته واللي بتتصلح واللي بتتعمر وحوار كتير، وانا دلوقتي مش لاقي عربيه ولازم اجيب لامي عربيه، انا اعمل ايه؟ تكلم ناس تاني وان شاء الله هتلاقي عربيه. والله يا زميلي ما حليت حد واتصلت بكل الناس محدش فادني باي حاجه خالص، فالحل كده معاك انت، ممكن تكون عارف حد انا مش عارفه. معرفش اتصرف انت، انا هجيب لك منين عربيه يعني؟ يا زمازه انت بتقول ايه يا عم؟ ما تساعدني زي انا ما بساعدك، ويا عم اللي انت تجيبه لو هياخد 500 انا هديله 600 جنيه ايجار العربيه يعني. ايه ده؟ هو ايجار العربيه بقى ب 500 جنيه وممكن يعدي 600 جنيه كمان؟ ايوه يا زميزو، امال كام يعني؟ ده صواعي بتعلى اكتر من كده كمان. طب خلاص لو كده انا عرفت هجيب لك العربيه منين، يلا معايا. لا يا زميلي ما احنا كده كده هنيلا مع بعضيك، عشان لو ما يلناش هنتنفخ. بص وراك كده. ايه يلا في ايه؟ ما تقلنيش الله يخليك. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض كلهم دي عيال، اجري يلا. وراك يا زميلي. بص بقى يا عم ملوان، انا عايزك تلتز معايا كويس، انت هتاخد التليفون ده وهشغل لك الكاميرا وتصورني وانا بعمل خمسات بالعربيه دي، عايزك تديني لقطه كده اكشن زي اللي بتيجي في الافلام، عشان انزلها على التيك توك بتاعي. ماشي خلاص ماشي فان، بس يا ريت انت تعرف. يا ليت يا حبيبي، ده انت شكلك كده غلبان ومش عارف حاجه، خد انت بس تصور ومالكش دعوه باي حاجه، يا ليت انت بس اللي تعرف تصور. خد ماشي يلا ورينا بقى. هوليك يا حبيبي، صور انت بس. وليني بقى التليفون. وليني يا حبيبي، استنى وليني. الله الله، ده الله اكبر عليا استاذ، بسم الله ما شاء الله، يا رب ما تحسب. بص ايه ده، هي فين العربيه؟ هو الواد حماسه ما جابهاش ولا ايه؟ ولا داير يلف بيها؟ معرفش يا زميزي، رن عليه واساله. خلاص ماشي، هو ده الحل الوحيد، ده لو طلع يلف بيها هيبقى لمصلحتنا. لا بس استنى بس، يا رب يرد. الو ايه يا حماصه، انت فين وانت مالك؟ انا لوحت العربيه البيت دلوقتي مع اصحابي. بجد والله؟ طب ما انا في البيت اهو، مفيش عربيات يا كذاب. بجد؟ طب ايه رايك بقى اني لكنها في مكان بعيد غير المكان اللي احنا بنلكن فيه على طول؟ والله على اساس بقى ان الكلام ده هيدخل عليا، بقول لك ايه، لا تعالى لي بسرعه، يا اما هرن على ابوك واقول له ده داير يلعب بالعربيه وما روحهاش. طب خلاص خلاص خلاص، انت فين وانا هديلك. طب خلاص خلاص، خليك مكانك واحنا هنجيلك. انت فين بقى؟ انا في الدبل عند الضلع كده عند القصب. خلاص ماشي، خليك مكانك وانا ابقى مسافه السكه ابقى عندك. طب بسرعه بس وانا مستنيك، ده انت عيل لخم، قول وانت روح لوح بسرعه. ايه ده؟ ده قفل في وشي. ايه ده يا زميزي، قفل في وشك ويا ترى بقى اتعورت ولا ايه؟ يلا مش ناقصه. ايه يا حماصه يعني ما ردتش عليا؟ ايه رايك في الكلام ده؟ لا طبعا مش موافق، انت متخلف قدر ابوك جه بدلي، يبقى انا اللي مأجرها وانت اللي خدت الفلوس وبعدين انا اللي اتحط فيها. لا لا مش موافق بالكلام اللي انت بتقوله ده. ومين قال لك بس ان هو هيأخر؟ ده هيروح يوصل امه الفرح ويجي على طول. صح، اسمع كلامه زي ما بيقول لك كده بالظبط. قصه انت لو بطل هبل، انت مش عارف حاجه، بقول له ايه، انا مش موافق. خلاص ماشي يا حماصه براحتك، اللي انت عايزه، انا ما اقدرش ازعلك، بس انا دلوقتي بقى هطلع التليفون وارن على ابوك وقول له ان انت ما روحتش العربيه وخدتها الجبل وكنت بتلعب بيها وكنت ممكن تتعور وكان ممكن العربيه تتكسر. انا هرن على ابوك. انت مستني؟ استنى يا عم، انت مستعد ليه كده؟ استنى، انت متاكد ان الزفت صعبه الدم سيأخر؟ انا عمري كذبت عليك يا حماصه؟ بقول لك يلا ما تنحنيش، بقول لك ما تسالنيش السؤال ده، انا عايزين تقول له ماله بتسالوني، وبقول لك ايوه بتكذب عليا وبكسب جبهتك، فتسكت بقى. طب خلاص خلاص ماشي، مش هقول لك كده تاني، بس ايه بس، هتدي له العربيه؟ خلاص ماشي هديها لك، بس على صلت هقسم معاك بالنص. ماشي نعم يا اخويا، يعني انت عايز تاخد مني 300 جنيه؟ مش هتاخد ايه غيرها 100 جنيه وغصب عنك. لا بقى يا حبيبي، وانا ما بعملش حاجه غصب عني، ومش هديت العربيه. ها خلاص ماشي، انت حر، ما اقدرش ازعلك. يا عم انت مستعجل ليه؟ خلاص خلاص يا عم، حلوه المدينوك خلاص. يعني انت يا حماصه يعني لازم توصلني للمرحله دي وتخليني اتعصب عليك؟ بس يلا مش مهم، الاطفال احباب الله، وريني بقى المفاتيح. خد. هو وريني، بقول لك يا زميزي خد المفاتيح اهي. اخيرا وريني يا زمازه. خد هنا، هتاخد ايه؟ وريني الفلوس الاول يلا.
اه عليك يا زميزي انت ما بتنساش حاجه. خد حلو قوي كده، خد المفاتيح اهي. وريني بقى. مع السلامه بقى يا زميزي. اللهم صل على النبي. اخيرا. الله. يلا باي باي يا زميزي. عايز بقى حاجه حماسه؟ انا ماشي كمان. وخد ال100 جنيه بتاعتك اهي. وريني. يلا بقى يا حماسه. سلام. ماشي يا حيوان. انت تلو دلعي. المشكله ان الدكتور قال لي ان انت عندك مشكله في دلعك ان هو بتلويس. وانا بقى هوليك والله العظيم لعلمه الادب. استنى عليا بس. الو. ايوه يا بابا الحاجه بسرعه. يلا في ايه؟ انا في الشغل. الله يخرب بيتك ما تقلقنيش، ده احنا حتى لسه ما بدأناش. ابنة محمد يا بابا جه خد مني المفاتيح والعربيه غصب عني عشان يأجلها لاصحابه. دلوقتي عقل اصحابه وخد منه فلوس وانا ما قدرتش عليه. ماليش دعوه بقى. يا نهار ابيض، كل ده حصل في دقيقه يا حماطه وهكون عندك. انت دلوقتي بعيد يا بابا، هتيجي ازاي؟ انت مالك؟ سلام. ده انت كتير. من غير كلام انزل يا حيوان. يا عرب يا ايه ده يا عم؟ انت جيت منين قبل ما تاخد مني العربيه ولا تمد ايدك؟ انا دافع لابنك 600 جنيه. ايوه ما انا عارف كل حاجه، وما تقلقش ال 600 جنيه مش هيروحوا عليك. ايه ده بجد يا عم؟ هتديهم لي؟ هتاخدهم من ابنك وتديهم لي لو خدت مني العربيه؟ اه صحيح هديهم لك، بس مش فلوس ولا هاخدهم من ابني. امال ايه؟ هتعرف كل حاجه وهديهم لك 800، وخلي الباقي عشانك. يلا بقى. حلو كده، على ما يوصل بالسلامة بس. بقى يا حيوان تعمل في اخوك كله ده وتاخد منه العربيه غصب عنه؟ قالوا ايه؟ تاجرها لصاحبك وتاخد منه الفلوس وتحطها في جيبك. عايز تخرب بيت العربيه؟ مش كفايه العربيه اللي امك عملت بيها حادثه؟ عايز تعمل ايه تاني؟ الله يخرم جيبك. وكمان ما جيتش تشتكي الا على اخوك البريء الغلبان ده، عشان يعني مش هيقدر عليك ولا هيقدر يعمل حاجه. اه ما انا عارف وفاهم الكلام اللي انت عايز تقوله كله، ما تقلقش. جاهز يا حماصه؟ جاهز طبعا يا بابا. طب حلو قوي، يلا بركب العربيه. خلاص جاهز يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشفا يا محمد.